السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أتولي تيما في فيديو جديد ووصفة جديدة. كيف ما كتعرفوا احنا على أبواب عيد الأضحى، الله يدخلوا لنا بصحة والسلامة. واليوم درنا لكم وصفة خاصة بعيد الأضحى، طوحنا تعمرين بكفيزة والرز. خليكم معنا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. لهذه الوصفة غادي نحتاجو 6 ديال الطوحنات صغار ديال الخروف، غادي نحتاجو 1 الكاس ديال الرز سلقناه مع 2 كيسان ديال الماء، غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الربيع، القزبر والمعدنوس، غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الشحمة، غادي نحتاجو معلقة حتى 2 المعالق كبار ديال الزيتون مقطع، غادي نحتاجو نص مصيرة مقطعة هكا مربعات صغار، غادي نحتاجو 3 ديال الفصوص ديال الثومة، 200 غرام ديال الكفتة، واحد شوية ديال الملحة على حسب الذوق حيت ديجا درنا المصير، وواحد المعلقة ونص ديال الكمون، وفي الأخير غادي نحتاجو زويتة زيت الزيتون. ندوزو للطريقة. غادي نبداو بالرز هو الأول، غادي نحطوه في البول، غادي نرمي فوق منو الكفتة، غادي نزيدو عليه القزبر والمعدنوس، المصير، الثومة المحكوكة، الزيتون المقطع، ديال الكلاوي اللي قلنا، الكمون، وشوية الملحة، وغادي نبداو نخلطو بحال هكا مزيان بيدينا حتى يتخلطو لينا كاع المكونات مزيان. من بعد ما خلطنا الحشوة وجنسات لينا مزيان، غادي نحاولو نكوروها بحال هكا كويرات صغار باش غادي نقدرو نعمرو الطحان ديالنا. غادي نحاولو نحلوه وغادي نبداو تنعمرو هكا بالحشوة وكندفعو شي شوية هكا باش يعمر مزيان، وغادي نستمر حتى نسالي الطحان ديالي كامل ونرجع ليكم. منين عمرنا الطوحنات ديالنا كاملين، غادي ناخدو واحد العويد بحال هكا وغادي ندخلوه على هاد الطريقة هكا حتى تجمع العوينة كاملة. هانتوما كيف ما كتشوفو راه تجمعات. ندير الثاني حتى هو بنفس الطريقة، ناخدو عويد ندخلوه هكا بحال شي زيكزاك ونعاودو نخرجوه من الجهة الأخرى ونعاودو ندخلوه تاني الجهة الأخرى هكا، وغادي نبقاو على هاد الطريقة حتى نسدوهم كاملين. منين نساليو السدان ديال كاع الطويحنات ديالنا، غادي ناخدو لاطا كدخل الفران، غادي ندهنوها بمعلقة ديال زيت العود وغادي نبداو نحطو في الطويحنات ديالنا بحال هكا، وغنستمرو حتى نساليوهم كاملين. من بعد ما حطينا الطويحنات ديالنا في لاطا، غطيناهم بورق زبده كما كتشوفوا ها هو من التحت، وغطيناهم بابيل الومنيوم. غادي نحطوهم في الفران على درجه حراره 200 لمده 45 حتى لساعه، غادي نبقاو نطلعوا عليهم ماشي مشكل، وغادي نشعلوا عليهم الفوق والتحت. وكيف ما كتشوفوا من بعد واحد الساعه في الفران خرجنا الطويحنات ديالنا، وهذا هو المنظر النهائي ديالهم، كيجيو بنان وكيشبعوا ولداد وصحيين وبصحة وراحة. الى عجبتكم هاد الوصفة خليو لينا لايك وتعليق وديروا ابوني لاشين، وكنوعدكم انه باقي عندنا بزاف ديال الوصفات الزوينين. باي باي.